السلام عليكم سنة رابعة. النهاردة إن شاء الله هناخد التجربة رقم 2، The effect of the type of cultural media in the growth of the fungus، تأثير نوع الوسط الغذائي على نمو الفطرة. يعرف النمو في الفطريات بإيه؟ بالزيادة في عدد الخلايا، مع إيه كمان؟ مع الزيادة في كتلتها. يعني ما ينفعش لما ألاقي فيه زيادة في عدد الخلايا أقول الفطر بتاعي نامي، لا، لازم يكون في زيادة في الكتلة نفسها عشان أقدر أقول إن الفطر بتاعي نما. طيب، وكمان في عوامل بيئية مختلفة كتير هي بتأثر على نمو الفطر. زي إيه؟ زي قالك نوع وطبيعة الوسط الغذائي، وكمان مدى قدرة الفطر على الاستفادة من الوسط الغذائي. طيب، عشان أقدر النمو الفطري وأعرف هو نما ولا لأ، في عندي طرق عديدة هتاخدها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات، لكن هنا في العمل احنا هناخد طريقتين، طريقة لو هنزرع على صلب وطريقة لو هنزرع على سائل، اللي هما الدراي ويت ميثود واللينر ميثود، طريقة الوزن الجاف والطريقة المستوية. أول طريقة اللي هي الدراي ويت ميثود، طريقة الوزن الجاف، ودي الطريقة دي بتكون أكتر طريقة شائعة ومستخدمة، ولكن مش أفضلهم، ولكن هي اللي بنستخدمها في حالة الليكويد كالتشر عشان نقدر نمو الفطر الموجود معانا. طيب، بعملها ازاي؟ ان انا بجيب ورق الترشيح واجففها في فرن لمدة يوم كامل عند درجة 85 درجة سيليزيوس، وبعد ما اطلعها من الفرن اروح اوزنها، وليكن هديها رمز W1 او وزن W1، وبعد كده ارشح الكلتشر ميديا اللي معايا اللي فيها الفطر نامي، وبعد ما ارشح اروح اخد ورقة الترشيح دي واحطها في الفرن التاني عندي نفس المدة ونفس الزمن ونفس درجة الحرارة 85 ويوم كامل 24 ساعة، بعدين اروح مطلعاها واروح وزناها. كان الاول وزن ورقة الترشيح فاضية، بعد كده هوزنها وهي ورقة الترشيح نفسها وعليها الفطر بعد ما جف، الوزن الفطر الجاف، وهديها W2. طيب، انا لو طرحت W2 من W1 هيديني مين؟ فعلا وزن الفطر بس، خلاص انا طرحت ورقة وزن ورقة الترشيح. فيبقى الدراي ويت هحسبها ازاي؟ ان انا هطرح W2 من W1، كده انا قدرت مين؟ قدرت النمو الفطري في حالة لما تكون عندي ليكويد كالتشر. طيب، لو حالة السوليد كالتشر هعمل ايه؟ هستخدم اللينر ميثود. اللينر ميثود دي طريقة مشهورة بنستخدمها في قياس النمو بتاع الفطر. مثلا لو انا منمية في طبق بيتري، الكولين اللي معايا روح اقيس الدياميتر بتاعها والسايدز كمان، ودي الطريقة دي بتسهل عليا ان انا اقيس النمو كل يوم، كل يوم اقدر اقيس النمو واشوف المستعمرة معايا زادت قد ايه، فدي ميزة فيها. يعني ممكن كمان ما نستخدمش طبق بيتري واستخدم استخدم أداة معايا أو أنبوبة اسمها الجروس توب، أنبوبة النمو. أنبوبة النمو دي بتكون أفضل من الطبق البتري عشان مش بيحصل لها كونتامينيشن، بتكون أفضل يعني من الطبق البتري. طبعا الطريقة دي بستخدمها في مين؟ في السوليد ميديا. عرفنا بنقدرها ازاي سواء في الطبق ولا في الأنبوبة، في ان انا بقيس القطر بتاع المستعمرة والجوانب بتاعتها، ده في الطبق. في الأنبوبة ان انا هقيس القطر بتاع المستعمرة والطول بتاعها، يعني عرضها وطولها، واقسمها على 2.
بيكون الطول زائد العرض على 2، ده بيديني متوسط النمو. انا عايز اعمل تجربة اشوف هل الفطر بتاعي بيختلف او بيتأثر نموه باختلاف الوسط الغذائي ولا لا. يعني انا لو استخدمت وسط غذائي لفطر ورحت مغيرة الوسط الغذائي واستخدمت نفس الفطر بس مع وسط غذائي تاني، ده هيأثر على نمو الفطر ولا لا؟ ده اللي عايزين نشوفه. طب ايه الادوات اللي انا محتاجاها؟ انا محتاجة اطباق بتري معقمة، محتاجة وسطين مختلفين عشان اشوف تأثير نموهم على الفطر. مثلا هستخدم شابكس وهستخدم بي دي اي، فانا هحتاج وسط غذائي شابكس صلب وسائل، وكذلك هستخدم بي دي اي صلب وسائل. هستخدم طبعا مصات معقمة وماء مقطر معقم ودوارق مخروطية معقمة. طيب تعال نشوف في حالة السوليد ميديا، انا هزرع بس في وسط صلب. لما اجي ازرع في وسط صلب هجيب معايا الوسط الصلب. طيب هجيب الشبكس والبي دي اي الصلب واصهرهم. بعد ما اصهرهم هروح صبة، اول حاجة هصب في 5 اطباق بتري الشبكس ميديا واسيبها تتصلب، بعد كده اجيب 5 تانيين واروح صبه فيهم بي دي اي واسيبهم يتصلبوا. طيب انا معايا كده 5 اطباق من الشبكس و5 اطباق من البي دي اي متصلبين مفهومش اي حاجه. طيب بعد كده هروح اجيب الاوكلم اللي هي جراثيم الفطر بتاعتي واروح القح الطبق بتاعي يدوب بالابره كده اهو، واروح اخد مسحة واحطها في نص الطبق عشان تديني كولوني واحدة في منتصف الطبق اقدر اقيس لها النمو بشكل واضح. طيب بعدين انا اخدت خلاص بالابرة بتاعتي الاوركلم وحطيتها في الطبق، عملت له انكيوليتد، رحت بعدين هاخد الاطباق بتاعتي دي واحطها في الحضان عند احنا قايلين الفطريات طبعا بننميها عند 28 درجة. طيب بعدين هقيس النمو. طب انا مزرعه في مين؟ في سوليد ميديا، يبقى اكيد هستخدم اللينر ميثود. تمام. طيب انا هقدر، قلت الطريقه دي بتسهل ان انا اقدر النمو كل يوم، فانا اقدر اخد طبق واقيس فيه الطول والعرض بتاع المستعمره او القطر والجوانب بتاعتها. يعني انا لو منميه في انبوبه هقيس الطول زائد العرض واروح اقسمهم على 2، لو منمية في طبق هقيس القطر والجوانب فيديني متوسط النمو. طيب هعمل الكلام ده كل 24 ساعة، يعني كل يوم اخد طبق واقيس فيه النمو، اقدر فيه النمو بطريقة اللينر ميثود. وبعد كده متوسط النمو في ال5 ايام هقدره لكل مين؟ لكل وسط، للبي دي اي لوحده وللشابكس وحده. طب ليه انا عملت 5 اطباق ما عملتش طبق واحد وانا بقول اقدر اقدر فيه النمو يوميا؟ يعني اطلع الحضان اليوم ده اقيس الكوليني وادخله تاني، اطلع اقيس الكوليني وادخله تاني، وهكذا لمدة مثلا 5 ايام بدل ما انا اعمل 5 اطباق. طب ما انا الطبق هيحصل له كونتامين لما اطلعه وافتحه وابدا اقيس، هيحصل له كونتامين. عشان كده انا بعمل 5 اطباق بحيث اطلع الطبق اقيسه، انا نفس الاوكلام حطها في كل طبق، فانا اطلع اقيس في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا في حاله البي دي اي وفي حاله الشبكس. طيب في حاله الليكويد طبعا انا هنمي فين؟ في كونيكالات المره دي مش في اطباق. هعمل ايه؟ هحضر محلول او معلق من جراثيم الفطر بقول عليها سبور سسبنشن. طيب محلول او معلق جراثيم الفطر دي هحطها في دورق يكون فيه ماء مقطر، اخد لقحه معايا كده احطها في دورق فيه ماء مقطر معقم ورج كويس، يبقى انا عملت سبور سسبنشن. طيب بمصه معقمه اسحب 1 ملي من السبور سسبنشن ده واحط في كل كونيكال، مثلا وليكن هعمل 5 كونيكالات فيهم ايه؟ فيهم بي دي ايه، احط 1 ملي في كل كونيكال. بعد كده احط 1 ملي في كل كونيكال، مثلا وليكن هعمل
خمس كونيكالات من الشبكس، يبقى معايا خمس كونيكالات فيهم بي دي اي، ومعايا خمس كونيكالات فيهم شبكس، الاتنين ليكويد، حط واحد ملي في كل كونيكال، وبعدين اروح اخدهم احطهم في الحضان عند 28 درجة. بس خلي بالي انا هحط في الحضان، يبقى انا هزرع زراعة سطحية السيرفس. طيب وبالتالي يبقى خلي بالي ما رشش عشان ما يحصلش معايا ايه اللي هو ينمو معايا فوق وتحت، بحيث الاقي الكل ان كلها طلعت فوق وخلاص ثبتت على السطح وتنمو معايا كلها فين على السطح. لكن لو هنمي طبعا في شكر هحطهم عادي في الشكر ورش براحتي، مش هيحصل حاجه كده كده هم هحطهم في الشكر، فهيحصل لهم حركه خلال السبع ايام. طيب هعمل ايه؟ هقدر النمو بشكل يومي ازاي؟ هاخد كونيكالين كل يوم، وطبعا انا هزرعها فين؟ في ليكويد ميديا، يبقى هستخدم اكيد الدراي ويت ميثود، اطلع كونيكال وارشح اللي هو قلنا ازاي، اقول اجيب ورقه ترشيح واكون حطاها في الفرن 24 ساعه عند 85 درجه، اوزنها ارشح بيها الكونيكال بتاعي اللي فيه النمو والفتر، وبعد كده اخد الورقه احطها 24 ساعه تاني عند 85، وبعدين مين اوزنها، بعدين اطرح الاثنين يديني نمو من الوزن الجاف بتاع الفترة. هكذا كل يوم اخد اثنين كونيكال، واحد بي دي ايه واحد شابكس، وبعدين اكتب النتيجة اللي طالعة معايا هنا والنتيجة اللي طالعة معايا هنا. طيب النتيجة بتاعتي او النتائج بتاعتي، اول حاجة في حالة السوليد ميديا انا زرعت في بي دي اي وزرعت فيه شابكس، في اطباق فيها بي دي اي واطباق فيها شابكس. طب في حاله البي دي اي الاطباق اللي فيها بي دي اي، انا قلت هستخدم اللينر ميثود عشان اقدر النمو، هيديني متوسط النمو في كل طبق هقدره في المده في الخمس اطباق، احطهم في الجدول اللي قدامنا ده في اليوم الاول، وليكن متوسط النمو مثلا طلع معايا على حسب ما نعمل، مثلا طلع معايا 3.7 مثلا سنتيمتر، اليوم الثاني طلع معايا 5، اليوم الثالث طلع معايا مثلا 9، الرابع مثلا طلع معايا 10، الخامس طلع معايا 10، وهكذا. يبقى انا جبت متوسط النمو في مين؟ في الخمس ايام. نروح رسمه علاقه ما بين عدد الايام وما بين متوسط النمو، واشوف المنحنى بتاعي واعلق عليه. طيب كذلك برضو في الوسط الغذائي الشابكس الصلب، هتبع نفس الطريقة اللي انا قدرت بيها في البي دي اي، اللي هو برضو بقى هقيس كل يوم، هشوف اليوم الاول طلع معايا كام، اليوم التاني طلع معايا كام، اليوم التالت الرابع الخامس طلع معايا كام، واحسب مين متوسط النمو، وروح رسم علاقة برضو ما بين عدد الايام وبين متوسط النمو. لو بصينا كده هلاقي انا قلت هرسم ما بين مين؟ ما بين متوسط النمو وما بين عدد الايام. متوسط النمو هيكون على المحور الرأسي، وعدد الايام على المحور الافقي. فانا هاخد النتائج اللي طلعت معايا في حالة السوليد بي دي اي، وهاخد النتائج اللي طلعت معايا في حالة السوليد شابكس، وارسمهم واشوف الكيرف معايا ايه واعلق، هل البي دي اي افضل ولا الشابكس؟ هنعرف من خلال لما نعمل التجربة باذن الله في السكشن، هنشوف الفتر طبعا كان نامي معانا اكتر في الشابكس ولا كان نامي معانا اكتر في البي دي اي، واقول الكومنت مين افضل وليه. طيب النتائج بتاعتي في حالة الليكويد، في حالة سواء بي دي اي ولا شابكس، ان انا قلت باخد كونيكالين وكل كونيكال اقدر فيه النمو في حالة كونيكالين، يعني واحد من البي دي اي وواحد من الشابكس، واحسب متوسط النمو في كل يوم اللي هي بطريقة مين؟ الدراي ويت ميثود. طيب هشوف وليكن في اليوم الاول في حالة البي دي اي طلع معايا كذا، في اليوم الثاني اليوم الثالث الرابع الخامس شوف طلع معايا كام، وارسم علاقة ما بين عدد الايام وبين متوسط النمو، واشوف المنحنى بتاعي وعلق عليه. كذلك في حالة الليكويد شابكس هتبع برضو نفس الطريقة بالدراي ويت ميثود، اجيب كونيكال واقدر فيه النمو نفس اللي انا عملته في البي دي اي، واكتب اليوم الاول والتاني والتالت والرابع والخامس كان معايا النمو قد ايه، وارسم علاقة ما بين العدد الايام وما بين متوسط النمو.
لو بصيت كده هلاقي برضو متوسط النمو هيكون على المحور الرأسي وعدد الأيام على المحور الأفقي. أرسمهم بشكل منحنى وأشوف الليكويد بي دي إيه أفضل ولا الليكويد شابكس أفضل. يبقى أنا في عملت في الصوليد بي دي إيه وشابكس، عايزة أعرف هل البي دي إيه أفضل ولا الشابكس. طب ونميت في ليكويد برضه، عايزة أعرف البي دي إيه أفضل ولا الشابكس. ده هعرفه من خلال مين النمو بتاع الفطر، مين أفضل، مين مديني أعلى معدل نمو. وبعد كده هقدر أو أعلق مين أفضل، هل السوليد ولا الليكويد. أنا عرفت دلوقتي مين أفضل، مثلا وليكن البي دي إيه أفضل في السوليد، جيت في الليكويد اتلاقيت برضو مثلا وليكن البي دي اي او الشابكس افضل. لا. طيب عايز اعرف الليكويد ولا السوليد افضل، ده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال النمو بتاعي. لما الاقي النمو عالي والكيرف بتاعي عالي او افضل في حالة ده او في حالة ده او في حالة ده، اقدر ايه اعلق واشوف هل الفطر مثلا قدر يكسر مادة معينة، قدر يحلل حاجة استغلها فاداني ايه النمو الافضل ده. طيب باذن الله التجربة هنعملها لما نيجي في السكشن، حسب لك التعليق لغاية ما نعمل التجربة ونشوف مين افضل. السلام عليكم.